شكرا سيد نائب محترم. فيما النواة الجامعية اللي هي كلية متعددة التخصصات في إقليم تونات، المعروف أن الوزارة تعتمد سياسة تقريب المؤسسات الجامعية من المواطنين، وبالتالي بذلت واحد المجهود من أجل فتح متعددة التخصصات بتونات اللي يمكن نزودكم بها السيد نائب محترم. أولا هناك كلفة خاصة الوزارة من أجل اقتناء القطعة الأرضية بواحد المساحة ديال 54 هكتار لاحتضان هذه النواة الجامعية، وكيمكن الجامعة أنها تساهم. من فضلكم رئيس سيد الرئيس سمديان النائب المحترم سيد النائب سيد الوزير سيد الوزير اقتوع من لا نظام في القاعة، من فضلكم سيد الرئيس سيد مديان من فضلكم واصل سيد الوزير. إذن قلت القطعة الأرضية المخصصة لبناء هذه الكلية متعددة التخصصات بواحد المساحة سيد الرئيس من فضلكم سيد مديان من فضلكم سيد الوزير يتكلم. واصلوا السيد الوزير. طيب غادي نعاود السيد نائب المحترم باش نزودوا الراي العام بالمعطيات المتعلقه بهذه الكليه متعدده التخصصات. غادي ناكد مره اخرى الى ان القطعه الارضيه المخصصه لبناء هذه الكليه اللي هي بالمساحه ديال 54 هكتار بالجماعه القرويه مزراوه الان هي في اطار الاقتناء. المبلغ المالي هو في حدود 16 مليون درهم. الوزارة خصت حوالي 10 مليون درهم. الجامعة كيمكن لها تعبئ في إطار الموارد ديالها الخاصة واحد 6 مليون درهم. إذن ما غيكونش عندنا إشكال في الاقتناء ديال البقعة الأرضية، وبمجرد ما يتحل هذا الإشكال كتنطلق آنذاك الدراسات وكذلك العملية ديال طلبات العروض والبناء ديال المركب. نأكد مرة أخرى. شكرا السيد الوزير. تعقيب السيد النائب.